أحب أؤكد لك سعادة النائب، إحنا ما نقص على الناس، ولا أنا بحاجة أن أخدع أحد، ولا أنا بحاجة أقص على أحد. أنا سمعتي تاجر قبل أكون وزير، وبارجع تاجر واسمي في السوق أغلى ما عندي، مو بالفلوس اللي تخلق السمعة، السمعة اللي تخلق السمعة وتخلق الفلوس. فأرجو أن هالأفكار تزيلها من راسك، بطمنك لا نيا يقص على أحد ولا نيا يخدع على أحد. أوضح من هالعرض ما في، وعرضنا لكم مرة ومرتين ولو تبون 10 مرات بنعرضه، وكل سؤال تسألونه بنجاوبكم عليه، ما عندنا شيء، احنا ما قاعدين نلف وندور، احنا نتصارح معاكم، احنا ما نتساوم مع الغرفة ولا نتفاوض. هذه يسمونه حوار، هو عنده وجهة نظر احنا عندنا وجهة نظر، هو يقدم مقترح احنا نقدم مقترح، قد نختلف من اول جلسة ثاني جلسة ثالث جلسة، لكن وصولنا في نهاية المطاف الى اتفاق هذا يحسب كنجاح.